دكتور، أنتم راقبتم كما الجهات المختصة أنه بعد أن أطلقت خلية الأزمة حظر التجوال الجزئي بدأت الإصابات ترتفع، أنتم الآن أو خلية الأزمة هل مطالبة بمراجعة هذا القرار؟ حبيبي أستاذ نجم، بالنسبة للحظر مثل ما تعرف حضرتك هو أحد الأساليب المعيارية الأساسية في القضاء على الأوبئة، وكان تجديد الحظر بالحقيقة ناقص بشكل كبير، لأن ليس بالحظر وحده نستطيع القضاء على كورونا. الحظر كان لازم يكون وياه شيئين آخرين، الأول هو استمرار التوعية، والتوعية بشكل كبير. احنا بالحقيقة التوعية اللي قصرت بها الحكومة أخذناه على عاتقنا احنا من ناحية نقابة الأطباء ووسائل الإعلام غير حكومية، وكوننا مجموعة كبيرة من الإعلاميين والأطباء، وقدرنا أن ننشر الوعي بشكل شفاف باللي نقدر عليه، بس بقى موضوع الوعي ناقص وما وصل بشكله الطبيعي. الشيء الثاني أنه الحظر بحاجة إلى تفهم إلى نفسية الناس وإلى حالتهم المعاشية وإلى حالتهم الاجتماعية، هذا لم يحصل، وكنا احنا حذرنا من قبل شهر ونص او شهرين، قلنا فيما اذا لم تلتفت الحكومة الى الحالة المعاشية للمواطنين، ومثل ما تعرف حضرتك ويعرفون كل المجتمع انه بحدود 40% من شعبنا هو يعيش على قوته اليومي، بقدر ما يدخله باليوم هو ياكل ويشرب، فاذا قعد بالبيت مين راح ياكل ويشرب؟ لا عنده مدخرات ولا عنده امكانيات اخرى ولا عنده مراكب تشتغل له. فهاي النقطه بالحقيقه احنا نبهنا عليها، لذلك انه بدل ما يضخون الاموال للمواطن وينطون مساعدات وهو جالس في بيته، ضغطوا على خليه الازمه بفك الحصار وبشكل جزئي وسبب لنا هاي المشكله. احنا اذا ناخذ تجربه الصين فرضت الحظر الشديد جدا، بس مع الحظر الشديد جدا قدمت مساعدات بمستوى عالي بشكل كبير جدا، المواطن كل شيء يجي إلى بيته، وفي نفس الوقت استخدمت التكنولوجيا بأعلى مستواها واستخدمت الإمكانيات الصحية كلها.